صباح حسام نور، انا اسف، من جريده الصباح. حسام مرحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن شادي وكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. حسام برحب بيك، وعايز اعرف منك ايه اللي حصل في التدريبات النهارده مع عوده الفريق بعد الاجازه. طبعا يا كابتن شادي، الجهاز الفني خلاص رفع حاله التاهب استعدادا لمباراه الترجي. لا صوت يعلو على صوت مباراه الترجي. زي ما انت قلت حتى انه الكلام كله مع اللعيبه النهارده قبل بدايه التدريب عن اهميه الثقه والخبرات، ان انت بتمثل النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بتعمل له الف حساب في افريقيا. لازم عندك زي ما انت عندك جرعه بدنيه وجرعه فنيه في الملعب، لازم يكون عندك جرعه ثقه وجرعه نفسيه. ده مش من فراغ، ده من تاريخ المواجهات ومن البطولات اللي النادي الاهلي حققها. التدريبات النهارده كابتن شادي طبعا انطلقت في غياب اللعيبه الدوليين، سواء لعيبه النادي الاهلي او علي معلول اللي موجود مع منتخب بلده، بالاضافه طبعا لغياب عماد متعب لظروف خاصه به، وكمان النيجيري جونيور اجاي حصل على 72 ساعه اضافيه راحه. كل ده ما فيهوش مشاكل خالص، كل الحاجات دي بالتنسيق مع الجهاز الفني. من بكره ان شاء الله هيبدا الحمل البدني يرتفع شويه، هيكون في تدريب على فترتين بكره، 9 الصبح و5 ونص العصر ان شاء الله. في طبعا يا كابتن شادي الاحمال البدنيه هتبقى في تدرج فيها بشكل تدريجي عشان يوصل اللاعبين للفورمه المناسبه بعد اجازه استمرت لمده اسبوع عقب مباراه الكاس. هيكون في مباراه وديه مع فريق النصر خلال الايام القادمه لتجهيز جميع اللاعبين وارتابهم حتى المباريات، خصوصا انه النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره مع المنتخب الوطني، مجموعه كانت موجوده مع المنتخب المحليين، فانت محتاج تجرب بقيه اللاعبين اللي ما كانوش موجودين في الفتره اللي فاتت. بالاضافه انه طبعا هيكون في مشاهده لمباريات الترجي التونسي سواء في الدوري المحلي او مباريات في افريقيا. الجهاز الفني برضه طلب تقرير في الفيديو مفصل عن حاله كل لاعب من لجنه الاحصاء اللي موجوده، وسام صفوت والمجموعه اللي معاه هيعملوا حاجات احصائيات وارقام متعلقه باداء كل لاعب في الترجي التونسي مع الاداء المطلوب من كل لاعب عندنا في النادي الاهلي، بحيث يكون كل لاعب عارف المهام المطلوبه منه. ده بخصوص استعدادات الفريق لمباراه الترجي التونسي. عندنا برضو كذا خبر النهارده في النادي يا كابتن شادي. اتفضل. المهندس محمود طاهر كان قام بجوله النهارده عشان يطمئن على الترتيبات الخاصه بالجمعيه العموميه. تمام. قرر لها الايام اللي جايه ان شاء الله عشان يطمئن على العدد. كلنا عارفين يمكن ان الاشتراط اللي كانت طالبه الجهه الاداريه 12500 عضو، دول طبعا انت عارف دول يفوق يمكن حتى السعه اللي ممكن يسعها استاد مختار التشكيل في الناحيتين، سواء المدرجين المدرج الجديد او حتى المدرج اللي هو مقفول علشان يمكن عمره من سنين طويله. برضو كان المهندس محمود طاهر اكد انه الموقف النادي الاهلي في الجمعيه العموميه قانوني، وان القانون هو اللي بيفصل ما بين النادي الاهلي واي جهه ثانيه على راسها الجهه الاداريه. تمام. في برضه يا كابتن شادي هاخد من كلامك جزئين انت كنت اتكلمت فيها بخصوص موضوع الصفقات، وان صفحات السوشيال ميديا او المواقع او الحاجات بتضغط في اتجاهات معينه. طبعا بايد كلامك انه من حق جمهور النادي الاهلي انه يبقى عايز يشوف صفقات وعايز يشوف الفرقه في احسن حال وعايز يشوف افضل لعيبه العالم موجودين في النادي الاهلي، لكن الامور مش بتقاس بكده يا كابتن، مش بالاسماء. انت ممكن يكون عندك لعيب هايل جدا بره، لكن انت مش محتاجه فنيا، او انت عندك اللعيب اللي يقدر يأدي، او خطته ما بتمشيش مع النادي الاهلي، طريقه لعبه فرديه ما بتمشيش مع السياسه العامه للجهاز الفني. الكلام برضه عن بعض الاسماء ومنها مدافعين كوريين بارقام كبيره جدا. كان في كلام من مسؤولين في النادي النهارده ان انا ممكن اجيب لعيب حتى لو هو مواصفاته الفنيه كويسه جدا، لكن ده يجي يعمل لي مشكله جوه الفرقه، لانه مثلا بيبقى طالب سقف معين، ده فوق السقف اللي انا سامح فيه. مهم جدا ان انت يكون عندك استقرار داخلي، ما يكونش في لعيب شايف ان هو مثلا مظلوم ماليا او مش متقدر بالشكل المناسب. وفي النهايه انت عندك سقف التعاقدات برضه بتلتزم بيه، لان انت برضه مؤسسه زي ما بتدفع فلوس زي ما بتصرف، لك مداخيل ماليه كبيره، لكن برضه عندك التزامات كبيره مش بس فرقه كوره. فكل الاسامي اللي احنا بنشوفها دي كابتن شادي مش كلها صحيحه، بعضها مدفوع من وسائل اعلام قوه الدفع او بعض وكلاء اللاعبين، لكن اللي نقدر ناكده للجمهور انه في شغل على صفقات مميزه جدا، وتفي بالغرض. مش الفكره ان انت تجيب كم كبير من اللعيبه، لا، انت تشوف انت محتاج ايه بالظبط وتدعم الحته اللي انت محتاجها، بغض النظر عن ان في ناس بتبقى عايزه النادي الاهلي يتعاقد مع كل لعيبه مصر او كل لعيبه افريقيا. الكلام ده طبعا ما بيمشيش، انت بتحتاج اللي محتاجه فعلا هو اللي انت تتعاقد معاه. برضه بخصوص احمد حمدي اللاعب الموهوب الشاب في فريق الشباب واللي بيتدرب مع الفريق الاول من فتره كابتن شادي، بالفعل في عرض من نادي اودينيز الايطالي. كان احمد حمدي خاض فتره معايشه ناجحه جدا معاهم، وبدا الكلام مع النادي الاهلي ان هو يبقى فيه استعاره لمده موسم بنيه البيع النهائي بعد الموسم في حاله تالقه. العرض بيتم دراسته بالتباحث مع الكابتن حسام البدري اللي لسه هيكون في مران فريق يوم الجمعه ان شاء الله، هو موجود بره مصر عشان اجازته.
برضه بالنسبه للامور الماليه بيتم بحثها بما يليق بالنادي الاهلي واللي يؤمن مستقبل اللاعب كاحد المواهب اللي ان شاء الله يكون سفير للكره المصريه وللنادي الاهلي زي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه واحمد حجازي برضه. حسام حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا يا كابتن شادي، دي معظم الحاجات اللي موجوده برضه، ويمكن حتى انت اتكلمت عليها برضه بخصوص الالعاب الاخرى. نطمن جمهور النادي الاهلي ان كل الاستعداد بتتم بشكل كويس جدا. فرقه الطايره مع كابتن محمد مصلحي في شغل كويس جدا معمول، وهيبقى في مباريات وديه عشان المنافسه على بطوله الدوري وبطوله الكاس غير افريقيا للفريق بيحمل لقبها. فريق اليد النهارده برضه بدات سلسله من المباريات الوديه في اسكندريه عشان يجهز اللعيبه، عنده مهمه كبيره جدا. هيبدا الموسم بمباريات قويه، وبعد كده عنده بطوله افريقيا اللي هتكون في تونس هينافس على لقبها طبعا اللي هو بيحمله. فرقه السله فيها شغل كويس جدا، مودي الجرح لسه مجدد عقده وفي صفقات انضمت وفي لعيبه تم تصعيدها من فريق ال 16 سنه اللي هو يعتبر فريق الامل. فكل الامور دي بتمشي بشكل كويس جدا بما يؤكد ان مستقبل اللعبات كلها في النادي الاهلي يسير بانتظام ان شاء الله. زميلي حسام نور من جريده الصباح، بشكرك يا حسام، شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي انت قلتها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم شعارنا خلاص ما دام الفريق رجع للتدريبات افريقيا اهلي. ان شاء الله ربنا يوفق الكابتن حسام ويضع التشكيله المناسبه للمباراه المهمه جدا. المباراه هنا يبقى في حضور جماهيري، وانا عارف مهم جدا التواجد الجماهيري للنادي الاهلي، بيفرق كبير كتير بشكل كبير، خصوصا التشجيع والاراده واراده النصر اللي بتبقى طول الوقت عند الجماهير وهم موجودين، بيبقى في كلام تاني خصوصا في المباريات النهائيه. الفريق الكبير اللي بيعرف يتعامل في المباريات النهائيه.